حسب يا احمد ايش بتطفي له الحادث، تكون جينيتال ولا عفوية؟ يعني اجى من اول من ولا من جديد تشكي من مشاكل في المعده صح؟ كل حاجه تم عمليه كومبليكيشن، كومبليكيشن يعني ايش بقول لكم يا اخي من المعده من يعالجها من بدري، إذا حدا عنده هذه الشغلة يعالجها من بدري عشان ما يضلوش يشكوا يدخل مشاكل تانية. باثويز رح ناخذهم اليوم، واحد للهيرينج، واحد للتيست، واحد للسميل، تمام؟ طيب هلا بالنسبة للسنس اوف هيرينج، يلا يا بنات بالنسبة للسنس اوف هيرينج لازم ماما قبل ما احكي عن فكرة انه كيف بتصير الهيرينج فيسيولوجي، مين اعترفوا اليوم معاك؟ طب ليش هالدوشه هاي؟ والله سنه اولى عملوا، في ملاحظه اولى وثاني هم اللي عملوا الشغل. ليش؟ والله سنه اولى ابو طبل وخليه اصل خامسه ورابعه رابعه عملت اكل وكيك. طيب نيجي على الكومبوننت اوف ديجيتال سيستم عشان نحكي اليوم عن عمليه الهيرنج فيسيولوجي. الاصل انتوا عارفين الاناتومي تبعت الاير، نبدا هلا بالاناتومي تبعت الاير. اول شيء اخذت لا نهائيا اناتومي الاير ليش ما اعطيكمش اياها؟ طب ماشي انا بشرح لكم اياها. بالنسبه لاناتومي الاير اول حاجه نعرف انه الاير بتبدا من عندنا من عند الاوراكل، بعد ما في عندنا الاكسترنال اوبتي كانال اللي هي القناه السمعيه الخارجيه. القناه السمعيه الخارجيه نهايتها في شيء ممبرين اسمه التمبانيك ممبرين اللي بنحكي عنه الطبله. التمبانيك ممبرين هو نفسه الطبله. بعد هيك عند التمبانيك ممبرين يا شباب بنخلص هيك الاكسترنال اير اللي هي الاذن الخارجيه. بعدها في عندي ميدل اير، بعدها انر اير. نيجي على الميدل اير. الميدل اير بتبدا من عند التمبانيك ممبرين وفيها الاوسكلز اللي هي السمول كونز اللي دائما بيسالوا سؤال اصغر عظام موجوده في الجسم عظام مين؟ ايوه هي هاي اللي هي مطرقه السندان، هذول هم عظام الاذن اللي هي اول واحد من الاوسكلز الميليس، بعدها عندي الانكس، بعدها الستيبل. هذه المنطقه اسمها الميدل اير يعني الاذن الوسطى، نسمع عنها التهابات الاذن الوسطى، نسمع هون التهابات مثل الاذن الخارجيه طيب في عندنا كسر الاير اذا بعدها الميدل اير، اخر شيء في الميدل اير في عندي الستيبس. لو بطلع هون على الستيبس، الستيبس بسكر ويندو اسمها اوفال ويندو اللي هي الويندو اللي هي البيضاويه، تمام؟ انا حرام عليك من اللي عنده؟ اللي بدنا نسيبه. طيب. الاوفر ويندو الموجوده هون عندي اللي بتسكر بالستيبس، نبدا من هون عندنا الانر اير. هلا الانر اير يا شباب هي الاذن الداخليه، دائما انتم بتسمعوا اخطر شيء الاذن الداخليه، الاذن الداخليه هي اللي فيها عصب السمع. عصب السمع اللي هو الفستيبيوكوكيولار نيرف اللي هو العصب الثاني. ليش قلنا على الانر اير؟ الانر اير تركيبتها شغلتين، تتذكروا لما احنا حكينا العصب الثامن اسمه فيستيبيولو كوكيولار، فبالتالي في فيستيبيول وفي كوكيولار. هلا نيجي على الانر اير، الانر اير فيها فيستيبيول وفيها كوكيولار، الكوكيولار يعني الحلزونه. الحلزونه هي الكوكيولار الموجوده هاي، شايفين عاملها عامله زي شكل الحلزونه. هذه الكوكيولار هي المسؤوله عن عمليه الهيرنج، عمليه السمع. بينما الفيستيبيول عن مين مسؤول؟ عن التوازن، عن البالانس، مين الفيستيبيول فانكشن تبعته عن التوازن، بينما الكوكيلا عن عمليه الهيرنج. لو بدي اروح على الستركشر تبع الفيستيبيول، بتكون من
ثلاثة سيمي سيركولر كنال. سيمي سيركولر كنال يعني نص شبه دائري. في عندي هذه سبيرون، هذه بوستيرون، هذه لاترال سيمي سيركولر. هذول هم عبارة عن البستبيول، هم المسؤولات عن البالانس. نيجي على الكوكيولا. الكوكيولا عندنا عبارة عن لفتين ونص. لو ده أعد أكم من لفة، لفتين ونص. تبدأ من عند الأوفل ويندو وتنتهي عند الراوند ويندو. هلا الكوكيلا لو أنت بدك تاخذ مقطع عرضي أو كروس سكشنال من الكوكيلا، بتلاحظ إنه عبارة عن 3 كافيتيز، يعني على تجاويف ثلاثة. أول تجويف اسمه سكاليني تيمباني، التجويف الثاني اسمه سكاليني فيستيبيولي، واللي في النص اسمه سكاليني ميديا. أنا بحكي هذه الأشياء بس عند الفسيولوجي بحكي لكم مثلا إيش اللي أنا معنية فيهم في عملية الفسيولوجي والهيرنج اللي تحفظوها. هلا بعد هيك بيطلع عندك أي افرنت نيورنز، بما إنه هو هذا مسؤول عن عملية السمع، إذا لازم يطلع من عند كوكيولار نيرف، صح ولا لا؟ لازم يطلع كوكيولار نيرف من الكوكيولا، ومن الفستيبيولز راح يطلع الفستيبيولار نيرف. لو جينا على الكوكيولار نيرف، كل شيء سنسوري اخذناه لحتى الان لازم الفيرست اوردر تبعه يكون عباره عن جانجليون. ايام اخذنا عن السنسيشن حكينا الدورز الروت اوف جانجليون، ايام اخذنا عن السوماتو سنسوري سنسيشن اوف ذا فيس ولا تراجينال جانجليون، ايام حكينا عن الاوبتيك نيرف والفيجن قلنا في جانجليون سيلز موجوده قبل ما تروح على الاوبتيك نيرف في الريتينا نفسها. فاي شيء عندنا لازم يكون في عندي جانجليون. في جانجليون خاصة للهيرنج اسمها سبايرال جانجليون، في لها اسم ثاني اسمه كوكيولار جانجليون. فإذا يا سبايرال جانجليون يا كوكيولار جانجليون، لازم هذه الفايبرز تبعات الكوكيولا تتجمع وتروح على سبايرال جانجليون، من سبايرال جانجليون تطلع على الكوكيولار نير، بعدها يسحب حاله الكوكيولار نير، راح نروح بعديها على الباثوي تبعه اللي هو الأوديتوري باثوي اللي بده يروح على الكوكيولار نيوكليا، يعني على اللي هي النيوكليس تبعت الكوكيولا اللي انتم عارفين وين موجوده تبعت كوكيولار نيوكلياي. وين موجوده الكوكيولار نيوكلياي؟ يعني تبعت العصب الثامن، ميدلا ولا بونز ولا ميدي برين؟ في البونز، في البونز. اي انتم تذكروا اربعه اربعه اثنين، فبالتالي بتكون وين؟ في البونز. نيجي هلا على الاستراكشر بزياده. نطلع على الاستراكشر. شوفوا انا مش حكيت لكم هون لما مسكنا الكوكيولا عباره عن ثلاثة كافيتي، راحوا مسكوها وفردوها. لما انفردوا هذه الثلاثة كافيتيز اللي احنا بنحكي عنها، اول كافيتي كان موجود اسمه سكاليني فيستيبيولي، سكاليني فيستيبيولي. الثاني في النص اسمه سكاليني ميديا، يعني في النص. الثالث اسمه سكاليني تيمبني، تمام؟ طيب هذول الثلاثة عبارة عن ثلاثة كافيتيز موجودة في الكوكيولا، يعني لو أنا مسكت الكوكيولا اللي هي عبارة عن الثلاث لفات، مسكت واحدة من اللفات هي أنبوبة اسطوانية، اطلعت عليها نظرة بتلاحظ إنها عبارة عن ثلاثة كافيتيز، كافيتي الأولى سكاليني فيستيبيولي، بعديها ميديا، بعديها تيمبني. طيب ليش أنا مهم أحكي عن السكالينز هذول؟ لأنه هذه بدها تبدأ عملية الفسيولوجي أوف هيرينج. هانا بنعرف كيف انا بسمع الاصوات، ليش انا بسمع هذا الصوت مميز، هذا صوت فلان، هذا صوت البنت الفلانيه، هذا الصوت عالي، هذا الصوت واطي، اذا لازم نعرف كيف تترجم هذه الاصوات ان انا اسمعها بالطريقه الفلانيه. لو جينا هون على الكوكيولا، وجدوا ان الكوكيولا فيها سائل. سائل اسمه بيريلينف. ايش اسمه السائل؟ بيريلينف. البيريلينف هذا بيعبي السكالين فيستيبيولي وبيعبي السكالين تيمبني. بينما في سائل ثاني اسمه اندولينف، اندو يعني داخلي، بيري خارجي. اندولينف وين موجود؟ في السكالين ميديا. فاذا انا في عندي نوعين من الفلويد. النوع الاول اسمه اندولينف اللي هو موجود في السكالين ميديا، والنوع الثاني اسمه بيريلينف موجود في السكالين فيستيبيولي والسكالين تيمبني. نعم يا احمد. هاي كنت حكيتها، ايش يعني معنى اوتيتس ميديا؟ ايوه التهابات في الاذن الوسطى، يعني وين الاذن الوسطى في اللي حكيناه؟ الميدل اير، تمام. اوتيتس ميديا يعني التهابات في الاذن الوسطى، يعني في الميدل اير. هلا نيجي هنا احنا بنحكي عن الانر اير، بنحكي عن الكوكيولا، بنحكي عن السكاليني تيمبني وفيستيبيولي. هلا ايش فائده السائل بنظركم قبل ما نحكي عن الفسيولوجي هيرنج؟ بتوقع ليش السائل؟ ليش؟ لا لا ترانسميشن فايبريشن. اجا هذا احنا اصلا الاصوات اللي بنسمعها عباره عن اهتزازات، تمام؟ هذه الاهتزازات بتطلع
على الدان تبعتنا وتروح تهز الطبلة بعديها الأوسيكلز بعديها رح تعمل فايبريشن في السائل، وأحسن وسط لنقل الفايبريشن هو السائل. فالسائل هذا سواء كان عندك البيلينف أو الإندولينف إيش وظيفته؟ بيعمل ترانسميشن للفايبريشن. مين هي الفايبريشن؟ الأصوات اللي إحنا بنسمعها. الأصوات اللي إحنا بنسمعها كيف الدان بترجمها؟ عبارة عن فايبريشن، اهتزازات بتدخل على الإكسترنال إير. لو بدناش أحكي كيف تبدأ عملية الهيرينج، أول شيء في صوت سمعته، هذا الصوت مين بيروح بيعمل لي تجميع لإله؟ الأوركل، هاي اللي هي صوان الأذن، بروح بجمع لك هذا الصوت. لما يجمع لك هذا الصوت بجمع لك إياه وبدخل لك إياه على قناة الإكسترنال أوديتوري كانال اللي هي الإكسترنال إير. بعد هيك هذا الصوت بروح بعمل اهتزازات في مين؟ من التمبانيك ميمبرين، عبارة عن غشاء رقيق. لما أنت تدخل عليه فايبريشن راح إيش يصير فيه؟ راح يرج. الرجة هذه مين مربوط مع التمبانيك ميمبرين؟ الميليس. إيش راح يصير في الميليس؟ راح ترج. بعد هيك مين مرابطة مع الميليس؟ إنكس. هاي راح ترج. مين رابطة مع الستيبس؟ راح ترج. الستيبس رابطة مع مين؟ مع الكوكولا. لما يصير عندك فايبريشن وتحرك في الستيبس ايش بصير عندك بالفلويد اللي جوا الكوكولا؟ بيتحرك الفلويد. فهلا صار وصلنا لعند لحظه انه الصوت هذا اللي انا كان برا في الوسط الخارجي وصل لعند مرحله انه يعمل اهتزاز السوائل الموجوده وين؟ في الكوكولا. طب ليش انا بدي اصل لعمليه اهتزاز السوائل؟ لانه وجدوا في منطقه اسمها سنسر ريسبتور. مش احنا كل اشي في السنسيشن باث واي لازم نبدا بسنسر ريسبتور؟ اذا الهيرينج لازم يبدا بسنسر ريسبتور. السنسر ريسبتور الموجود عندك لعمليه الهيرينج او لعمليه الاوديتوري حاجه منطقه اسمها اورجان اوف كورتي. هي الموجوده هون اورجان اوف كورتي، هذه هي عباره عن سنسر ريسبتور. فالسؤال اللي انا ممكن اسالك، شو السنسر ريسبتور تبعت الهيرينج؟ هي عباره عن الاورجان اوف كورتي. لو بديش اطلع على الاورجان اوف كورتي الموجود هون عندي، بطلع انه الاورجان اوف كورتي هذا عباره عن مثلث، شايفين المثلث اللي هون؟ هذا المنطقه اسمه الاورجان اوف كورتي. من ايش بتكون الاورجان اوف كورتي؟ بتكون من هير سيل، من خلايا هير سيل شعريه. ليش بيحكوا عنها هير سيل؟ لانه نهايتها عليها سيليا. يعني كل خليه لما نيجي نشوف تركيبها، هاي الخلايا هذه اسمها هير سيل، نهايتها عباره عن سيليا اهداف. فعشان هيك اذا مين السنسر ريسبتور تبع الهيرينج؟ هو الاورجان اوف كورتي، يحتوي على الهير سيل اللي هي الاكشن تبعها عباره عن سنسر ريسبتور فور هيرينج. هلا هذا الهير سيل يا شباب، نهايه الهير سيل في شيء اصفر، الاصفر يعني معناته اعصاب. تحت الهير سيل في هنا فايبرز اللي هي عباره عن الافرنت نيورونز. ما هي احنا دائما اي سنسور باث واي لازم نبدا بسنسوري ريسبتور، والسنسوري ريسبتور في افرنت نيورونز بينقلها للجانجليون، والجانجليون بيطلع عندك النيرف اللي احنا بدنا اياه. فهذه الافرنت نيورونز هي رابطه مع الهير سيل. فاذا انا طريقه عمل الهيرينج كيف بده يصير؟ انه انا صار عندي اهتزازات بالسوائل الموجوده هان وهان. لما انت يهتز هذا السائل وهذا السائل يهتز وهذا السائل يهتز، شو في هذا؟ في عندك جدار موجود هنا تحت الفايبرز، الجدار هذا اسمه بيزمنت ممبرين. لما انت تعمل فايبريشن في السائل بيعمل اهتزاز في البيزمنت ممبرين. هذا شايفين البيزمنت ممبرين بصيروا ديسبليسمنت، يعني تحرك ازاحه. انت رحت حركت الممبرين هذا فوق وتحت، ايش عملت بالهيرسل اللي فوقيه؟ حركتهم معه. فلما انت تحرك الهيرسل اذا انت بتعمل عمليه اكتيفيشن لمين؟ للسنسور ريسبتور. طب اي حاجه اسمها اكتيفيشن؟ ديبولاريزيشن ولا ريبولاريزيشن؟ ديبولاريزيشن يعني اوبننج لمين؟ ايون شانل اللي هي مين؟ سوليد شانل. فبتروح تفتح الايون شانل تبعت مين؟ تبعت الهيرسل، وبصير عندك بوزيتيف تشارج في وين؟ في الهيرسل. اذا لو صار عندك بوزيتيف تشارج في الهير سيل ايش صار عندك؟ اكتيفيشن في السنسور ريسبتور. صار عندك اكتيفيشن سنسور ريسبتور، ايش بصير في الافرنت نيورونز اللي رابطه حالها؟ اكتيفيشن، لانه السنسور ريسبتور صار لها اكتيفيشن. اذا الافرنت نيورونز شو بده يصير لها؟ اكتيفيشن. فاذا هذه النيورونز الصفرة هاي رح تنقل رساله انه انا والله في عندي اكتيفيشن في السنسور ريسبتور تبع الهيرنج، اذا في عندي سيجنال هيرنج سيجنال. تسحب حالها هذه الافرنت نيورونز بتضلها ماشي ماشي لحد تصل لمين؟
للجانجليون اللي هي شو اسمها الجانجليون؟ سبارك جانجليون. طب عدينا السبارك جانجليون وين من النرف بيطلع من السبارك جانجليون؟ الكوكيولار نير اللي هو النرف الثامن. هلا من الكوكيولار نير بنسحب حالنا نروح على مين؟ خلصنا من الجانجليون. بعد الكوكيولار عن الدرفور البونس على وين في البونس؟ عن الكلياب. درع عن الكلياب. شوفوا يا شباب السماتو سنسيشن او سنسوري باثوي دائما في حاجات ثابته عندهم كلهم بيبداوا بسنسوري ريسبتور. هاي واحد. اثنين كلهم سنسوري ريسبتور افرنتليونز بعديها جانجليون. الجانجليون دائما فيرست اوردر جانجليون. فاذا لو انا سالتك في الهيرنج باثوي مين الفيرست اوردر عندك؟ السبارك جانجليون. طيب بعديها لازم نروح على سكند اوردر وبعديها على ثيرد اوردر. دائما السكند اوردر عنده بيصير عمليه ديتوكسيشن وغالبا السكند اوردر بيكون ايش؟ نيوكليار. يعني ايام ما حكينا عن الديب سنسيشن مين السكند اوردر تبع الديب سنسيشن؟ الديب سنسيشن للبطن جراسيال كونيت نيوكليار الموجوده في وين؟ في المظله. فاذا هذا لازم يروح على الكوكيولار نيوكلياي. وين انت الكوكيولار نيوكلياي وين موجوده؟ في البونز اللي هي ما بين هاي مش هاي عندنا هنا البونز في عندنا هنا المظله. النيوكلياي هذه بين البنين جاي عند اللور بارت اوف ذا بونز الابر بارت اوف ذا مظله. تمام. عندها السكند اوردر نيورون هنا الفارج جانجليون هي الفيرست اوردر نيورون. عند السكند اوردر نيورون ايش معناته؟ واحد جايني من الرايت ايش بصير بالفايبرز؟ بتروح على الليفت تسحب حالها وبتروح على الليفت. تمام؟ هلا رح نبدا الباثوي. قبل ما نبدا الباثوي نعمل مراجعه سريعه للهيرنج. اذا الاصوات ايا كانت الاصوات اللي احنا بنسمعها بصير لها تجميع عن طريق الاوراكل بتروح تدخل على الاكسترنال اوديتوري كانال بعديها تروح على التيمبانيك ممبرين تعمل فايبريشن بعدها تعمل فايبريشن للاوسيكلز بعد الاوسيكلز بنروح على اخر وحده اللي هي ستيبلز اللي بدها تروح تحرك البيريلينف والاندولينف اللي هي موجودات في الكوكيولا. فايبريشن اوف ذا بيريلينف اور اندولينف ايش بيعمل لاي بيزمنت للممبرين؟ بيزمنت ممبرين. طب حركت البيزمنت ممبرين مين فوقيها للبيزمنت ممبرين؟ الريسبتورز. شو اسمها؟ اوردر بورتل. ايش اسم الخلايا؟ هير سيلز. طيب لما يصير اكتيفيشن شو صار فيها؟ اوبن اكسودوشن دي بولاريزيشن. مين بده ينقل الرساله من الهير سيلز؟ الافرنت نيورونز. على مين بده يروح؟ سبايرال جانجليون. سبايرال جانجليون بتدي للنيرف بعدها بتدي للنيوكلياي. تمام. هلا نيجي على هذا بالنسبة لنا لحد ما نصل لعند النيوكلياي. بس بدي اورجيكم شغلة. هلا احنا في هاي الكوكيلا وتركيبها موجود. تخيلوا انه البيزمنت ممبرين اللي احنا بنحكي عنه بيحتوي فوقيه، مش انتم شفتوا البيزمنت ممبرين هي وهذا الخلايا اللي هان فوقيها في فايبرز حوالي 30,000 فايبرز موجودة في البيزمنت ممبرين، يعني كمية مهولة من الأعصاب طالعة من البيزمنت ممبرين. نيجي على هذا هاي فكرة الفايبريشن اللي بنحكي عنها، راح جاب قطعة من الكوكيولا فردها شوي، كان عنده هنا الستيبس مش بسكر الاوبن ويندو، لما نتحرك الستيبس عمل فايبريشن في مين؟ في البيريلينف تبع مين؟ السكاليني فيستبيولي. فلما صار عندك فايبريشن اتحرك الفايبريشن ل سواء كان للسكاليني فيستبيولي او السكاليني تنبني، ايش عمل في البيزمنت ممبرين؟ هاي البيزمنت ممبرين اللي عندك صار في فايبريشن. لما صار فايبريشن عمل فايبريشن واكتيفيشن للهير سيل اللي هي above the basement membrane. هلا السؤال كيف انا هذا الدان كل السيجنال تبعات السمع هيك راح تصير؟ كيف بميز هذا صوت فلان عن صوت علان؟ طيب كيف بميز صوت عالي عن صوت واطي؟ هلا في عندك شغلتين، في حاجه اسمها لدخل عالي الصوت ولا واطي الصوت، يعني امبليتيود. ايش يعني عالي الصوت ولا واطي الصوت؟ الامبليتيود يعني القمه تبعته، هذا امبليتيود تبعته عاليه معناته الصوت عالي. ايش؟ ايش الفرق؟ قوة الاهتزاز. شوفوا علو الصوت وانخفاض الصوت له دخل بقوة الديسبليسمنت. يعني مثلا واحد صوته عالي كيف الفايبريشن راح تكون تبعته؟ قوية. فلما تكون الفايبريشن قوية كيف حركة البيزمنت ممبرين؟ جدا عالية. فإذا الهير سيل أو السنسر ريسبتور
راح تكون السيجنال تبعتها راح تكون ديسبليس اقوى, فبالتالي السيجنال قويه, فانت بتسمع الصوت هذا عالي. لو كان الصوت واطي اذا معناته الفايبريشن اقل, اذا الاهتزاز اقل, فبالتالي السيجنال اقل. طيب كيف اميز هذا الصوت براء من صوت جبر؟ لا ليش, شو ادابتيشن؟ كيف انا داني راح تميز هذا صوته؟ لا هذا صوت, لا هذا صوت مثلا براء, هذا صوت البنت الفلانيه. شو لا هو اسمعي البرين صح كلامك اللي هي الاوديتور اسوسيشن اريا بتفهمك كذا الكلام, بتفهمك الكلام, بس كيف دانك تميز انه والله هذا لا حده الصوت هذه لفلان تختلف عن حده الصوت الفلانيه؟ نعم يا جبر. اختلاف تردد, حلو. المشكلة الإيش اللي بيصير إنه اختلاف تردد الأصوات, أنت تردد صوتك غير عن تردد وغير عن تردد, تمام. إحنا نحكي على على أيوة على الموضع تبع ال لا إنه دخل بالبيس الممبرين. أنا مش بقولش والله مثلاً قبل هيك كتير سنة فدا نتعود. لا والله لو انت من اول مره اجيت مثلا سمعت بقول لا هذا الصوت مختلف عن هذا الصوت من دون ما اعرفك مين انت. طب ما اكيد يعني مش عارفه يعني مثلا هلا انا مغمضه عيني بعرفش ولا حدا واجيت سمعت صوت بحكي لا هذا الصوت غير عن الصوت الثاني, لا ميزت ميزت هذا الشخص اللي حكى غير عن الشخص الثاني اللي حكى. مكان مكان الاهتزاز اكسل وصل على مكان الاهتزاز اليوم وين صارت مكان الاهتزاز؟ هلا احنا كلياتنا كل واحد فينا عنده فريكوانسي غير عن الثاني, هذا فريكوانسي الصوت الحاد اللي فريكوانسي تبعتهم عاليه, الصوت الغليظ اللي فريكوانسي تبعت الصوت واطيه شوي, فاذا كل واحد فيكم له سبيسيفيك فريكوانسي. هلا وجود ان انا عندي تردد مختلف احنا كلنا مختلفين في الفريكوانسي بيعمل اختلاف في منطقه الفايبريشن, بيحكوا عنها النظرية نظرية البليس ثيوري, بليس ثيوري نظرية المكان. كيف يعني نظرية المكان؟ كل مكان الفريكوانسي تبعتك عالية كل ما رحت انت عملت ديسبلين من المنطقة القريبة من الستيبس, كل ما كانت الفريكوانسي تبعتك واطية كل ما كانت الاهتزازات في المنطقة البعيدة. يعني ورجيكم اياها كشو اسمه كرسمة موجودة هون عندي, طلعوا عليها البليس برينسيبل. انت كان عندك التردد مثلا 2000 الصوت هذا 2000 ال 2000 هذه بتعمل الفايبريشن تبعتها بتعمل اهتزازات على المنطقه القريبه, بس لو كان والله ترددك انت 100 او 200 بتروح تعمل اهتزازات وين؟ في المنطقه البعيده عن مين؟ عن الستيبس. لانه بالمنطق كل ما كانت الاشاره قويه يعني كل ما كان الفريكوانسي تبعتها عاليه كل ما كان اكيد راح تعمل اهتزازات في المنطقه القريبه, اما لو كانت هي الفريكوانسي تبعتها واطيه اكيد راح تعمل فايبريشن على مناطق ابعد. فاذا بناء على اي مكان من اي مكان من البيزمنت ممبرين صار له ديسبليسمنت اذا بكون عندك بحدد لك شو نوعيه الفريكوانسي, وبالتالي البرين تبعك بترجم والله هذه الفريكوانسي تبعته هيك راح تسمع الصوت تبعه, هذا الفريكوانسي تبعته عالي اذا صوته راح يكون حاد, هذا الفريكوانسي تبعته واطي اذا صوته راح يكون غليظ ومش واضح كثير الصوت يعني البيتش تبعته لو بيتش. فهذا بناء على البليس برينسيبل. اذا الاصوات تبعتنا فيها حاجتين, في حاجة اسمها أمبليتيود يعني هي فكرة الصوت هذا عالي ولا واطي بناء على إيش؟ بناء قوة الفايبريشن أو قوة الديسبليسمنت يعني how much displace the basement membrane. بينما لو كانت عندك مشكلة الفريكوانسي اوف ذا ساوند يعني أنا كيف أميز هذا الصوت تمام كويس, هذا صوت حاد هذا صوت رفيع هذا غليظ هذا كذا مختلف عن بعض بناء على نظرية المكان, يعني اي منطقه من البيسمنت ممبرين صار لها ديسبليسمنت فبالتالي بتعطيك ديفرنت ساوندز. في سؤال عند البنات؟ نعم. طب هل تحكي لك انا كيف اميز ما بين صوت كيف انا كيف بعرف اميز انه هذا مثلا صوت واطي او صوت حاد؟ ايوه هلا في تمام. هلا احنا سمعنا انه والله هذا الصوت انا سامعه لا هذا اللي حكى هذا الصوت مختلف عن اللي حكى قبل شوي تمام. مين بده يحكي لي يعرفني بالاسم يقول لي والله لا هذا صوت مثلا محمد هذا صوت فاطمه هذا صوت كذا اللي هي شو الاوديتوري اسوسيشن؟ دائما دائما اي شيء له مينينج الاسوسيشن ارياز هي تعطي المينينج للشيء يعني اللي هي اريا 22 تمام اريا 21 22 فيرنكس اريا اكسلنت.
فإذا أنا وينك بتنام بس بتطلع لك كم من معلومة. طيب. وصول علامة. فإذا أنا في عندي فعل إكساري. إذا هي دائما زي مثلا العينين. العينين الفيجوال باثوي تبعك اللي بوصلك من عند الأوكسيبيتال لوب بيخليك تشوف مثلا والله أنا شايفة مثلا لون أخضر وشايفة حواليه بني وكذا. بس وجود الفيجوال أسوسيشن أريا بتحكي لي هذا شباك. أنا شايف مثلا هذا الوصف بس بقول لك والله في حاجة هيك أسطوانية وعليها أسود ومن فوق أسود كذا. بس الفيجوال أسوسيشن أريا بقول لك هذا بين. يعني بتعطي مينينج للأشياء اللي شايفها. كذلك في الأوديتوري أنت بتسمع أشياء بس مين بفهمك هذا الكلام؟ يعني بخليك تفهم طب هو حكى كلام سامع انه بيحكي سامع انت كلام بس انت مش فاهم ايش الجمله اللي بيحكيها. مين بفهمك الجمله اللي بيحكيها؟ الاوديتوري اسوسيشن اريا اللي هي الفيرنكس اريا اللي هي 21-22 اريا. فاذا هذه هي نظريه المكان. نيجي هلا شوف هاي يا شباب اللي بحكي لكم عنه. احنا عملنا ديسبليسمنت للبيزمنت ممبرين فبالتالي الاورجان اوف كورتي هذا المثلث اللي فيه هير سيل ايش بصير فيه؟ بتحرك. فلما يتحرك هذا بيعمل اكتيفيشن بودي على الكوكيولار نيرف. حركه فورورد موفمنت تعطيك ديبولاريزيشن، باكورد موفمنت تعطيك ريبولاريزيشن، فبالتالي هيك بيعمل لك اكتيفيشن وانهيبيشن. ايش وحده الصوت؟ حدا بيعرف شو وحده الصوت؟ هرتز او ديسيبل. ديسيبل كمان وحده الصوت ديسيبل. تمام. يوم ما اسالك يا شباب اكتب لي شورت اسي، اكتب لي الستبس ان هيرنج او اكتب لي الهيرنج، اكتب الباثوي تبع الهيرنج، تبدالي من عند الاوركل. سيل الاوديتوري تنبلك من برين فايبريشن اوف ذا اوسيكلز، بعديها الانر اير بصير عندك بالبريلينف، بعدين ديسبليسمنت للبازلر والبازلر بزمت ممبرين، بعديها اكتيفيشن للهير سيل او اكتيفيشن اوف ذا اورجان كورتي، بعديها الكوكيولار نير، بعديها هذا الاوديتور باثوي اللي هلا انا بدي اشرح لك اياه بتكمل لي اياه اصلا يعني كباثويز اللي هي انه وين بدنا نروح على باثوي. هلا قبل ما اروح على السنترال اوديتور باثوي حابه اورجيكم فيديو لل كيف بتعمل اورجان اوف كورتي عشان يعني يصير عندكم تصور على موضوع ال الصوت. هو له صوت وعالي يعني بس انه صوتكم لا 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 طويل. يلا بس معلش The organ of Corti is located in the cochlea, a spiral, three-chambered, snail-like structure, 10 millimeters wide, within a bony matrix. The organ of Corti extends from the anterior part of the vestibule and coils for 2.5 turns around a bony pillar called the modilus. طلع لحظة عشان انتم مش ماخدين الاناتومي. هلا الكوكيولا يا شباب في جزء عظمي منها وجزء ممبرينس. انتم عارفين الكوكيولا فيها ممبرينس وفيها بوني. البوني بنسميها موديولس اللي هي الموديولس اللي هي جزء من عظمة التمبرال بونز، والممبرينس هي هذه المنطقة اللي بتغطي اللي عامل الكافيتيز. شوفوا ايش عمل، راح اخذ هي الكوكيولا عامل زي الكعكة لافت عليها 2.5، راح فتحها زي هيك، يعني انت مسحت انت هي عندك كعكه زي هيك، عملتها سجيتال، تمام؟ لما عملتها سجيتال في عندك انبوبه هان، انبوبه هان، انبوبه هان، انبوبه هان. هذه الانبوبه طلع عباره عن كم من كافيتي؟ ثلاثه، سكاليني فيستيبيولي، سكاليني ميديا، سكاليني تندر. هذا الممبرين البزلة ممبرين وفي اورجان اوف كورتي جواهم الهيرسل، فهلا بده يعمل فوكسنج عليهم عشان يحكي لك ايش بده يصير. هذا النيرف اللي بده يمشي بياخذ الفايبرز. ايش لا لا هذا الكوكيولا نيرف، لانه طالع من الكوكيولا، هذه كل المنطقه هاي عباره عن مين؟ كوكيولا، فبالتالي النيرف اللي طالع هو الكوكيولا نيرف. This chamber is called the scala vestibuli. The oval window is situated at the base of this chamber. The lowermost chamber is called the scala tympani. At the base of this chamber is where the round window is located. Both the scala vestibuli and scala tympani contain perilymph. Between the scala vestibuli and scala tympani is the scala media.
this houses the organ of Corti, which is referred to as the receptor organ of hearing. The scala media is filled with endolymph. The scala media includes structures from the tectorial membrane, basilar membrane, and hair cells, which sense the mechanical forces. The hair cells are located between the tectorial and basilar membranes. Approximately 16,000 hair cells are within the cochlea. There are two kinds of hair cells, inner and outer hair cells. 95% of the afferent fibers are from the inner hair cells, the sensory receptors that communicate with neurons from cranial nerve 8. Outer hair cells receive mostly efferent input from the superior olivary complex. The filamentous structures that connect the tips of adjacent stereocilia are known as tip links. These are thought to amplify the forces in the area of the molecular sensors. How does sound enter the cochlea? Compression hits the tympanic membrane, causing the stapes to transfer force to the oval window. The sound travels down the scala vestibuli, around the helicotrema, to the scala tympani, allowing its fluid perilymph to mix. From there, sound moves to the round window. High frequencies are encoded at the base, and low frequencies at the apex. شايفين الهاي فريكوانسي بدت في الاول بس اللو فريكوانسي راح على التوناتوبيك مات طلع كيف الاصوات تطلع تكون زي آلة موسيقية. The manner in which the basilar membrane vibrates in response to sound is the key to understanding cochlear function. تهتز الأورجان في كورتي بتعمل اكتيفيشن للأفرنس كوكلير. The hair cells are located between the tectorial and basilar membranes and are stimulated by the shearing force between the two caused by the pivot point of the two membranes. Upward depolarization, downward depolarization. The pivot point of the basilar membrane becomes displaced. The tectorial membrane moves across the tops of the hair cells, causing the stereocilia to bend. The ionic environment of the compartments plays a critical role in signal transduction. شوفوا تخيلوا انك تسمع اصوات كثير او الكلام اللي كثير قديش المبيز البزل الممبرين يعني شغال دانك طول الوقت. يعني استمعنا كل محاضرة بنسمع اليوم. The apical portion of the hair cell is bathed in high potassium solution, and the base of the hair cell is bathed in potassium pore solution. This causes the opening of mechanosensitive channels, allowing potassium to flow into the cell, leading to depolarization. طيب هلا انتم مالكم مش فاهم بس هذا بدي اورجيك انه كيف مثلا لما صار اكتيفيشن للهير سيل دخلت البوزيتيف ايونز في كل الهير فصار عندك اكتيفيشن صار عندك اشاره ديبولاريزيشن نقلت في الهير سيل بعدها وصلت لعين الافرنت نيورونز. This establishes the potassium flow through the cell. تمام. فإذا نحن هلا وصلنا لفكرة إنه كيف الصوت إحنا بنسمعه عملية إن أنا نقل هي الفايبريشن. هلا سؤال زميلتكم بتحكي هلا الأصوات لما إحنا نسمعها بتدخل على الإكسترنال بتري كانال ولازم يعمل تمبانيك فايبريشن بعديها أوسك الفايبريشن عشان ينقل للإنر إير. طب لو أنا انضربت عندي التمبانيك ممبرين صار ما بيحكوا زي ما بيحكوا ثقب في التمبانيك ممبرين في مرات بيقولوا عنده ثغرة أو ثقب في التمبانيك ممبرين بيأثر على السمع إشي؟ ايوه بصير عندهم ضعف في السمع اصلا هذول الناس هي اذا لو راحت انت بتبدلش ايه يعني فيش عمليه من الراحه لا بالعكس احنا بنعمل تمبانيك ممبرين وبنعمل بنركب حتى لو خرب كله بنركب تمبانيك ممبرين سهله الاشي مش صعب هلا اللي حكيناه انه فكره انه الفايبريشن اللي بيدخل على الاكسترنال اير بعدين الميدل اير بدي اقول لكم اياه شو وظيفه الاكسترنال والميدل اير وظيفتهم الكوندكشن وظيفتهم
كوندكشن. شو يعني كوندكشن؟ توصيل. الكوندكشن معناه التوصيل. هم وظيفتهم بس يوصلوا الفايبريشن، بينما الانر اير اللي فيها تبدا من عند السنسور ريسبتور، وظيفتها شو؟ ترانسميشن، وهي بتنقل الاشاره العصبيه. فبالتالي راحوا حكوا في عندنا نوعين للهيرينج لوس، يعني فقد السمع، الديفنس يعني البطل يسمع هذا الشخص، اما يكون عنده كوندكتيف هيرينج لوس او مشكله ايش نسميها نيورونال هيرينج لوس، اما نيورونال هيرينج لوس او كوندكتيف هيرينج لوس. شو معنى كوندكتيف هيرينج لوس؟ كوندكتيف يعني معناته اما عنده مشكله في الاكسترنال اير او في الميدل اير. شو يعني ميدل اير؟ يا تنبنك عنده انفكشن زي اوتايتس ميديا. ايش اوتايتس ميديا؟ التهابات الاذن الوسطى، وهذا بشوفوها في كل اولاد الصغار اللي حواليكم، اقل من سنتين دائما عنده التهاب اذن وسطى، واول شكوى مش سامعه الطفل، حتى بنيجي الام بتجيب ابنها بتجي بتحكي له والله بنادي عليه ما بسمعنيش، يعني بضلني انادي عليه للطفل بيركزش معي لانه هو مش سامعها. ليش؟ لانه صار انفكشن في مين؟ في التمبانيك ممبرين وفي الاوسكل، خلته انه هو ما يسمعش. هذا بنسميه كوندكتيف هيرنج لوس. اذا كوندكتيف هيرنج لوس المشكله في الاكسترنال او في الميدل اير، بينما السنسوري نيورونال هيرنج لوس في النيرف اللي هي في كل النيورونال باثوي، بدايه بمين؟ السنسور ريسبتور موجوده في الاورجن كورتي. فبالتالي لو عندك مشكله في الاورجن كورتي اذا تسمعش، هذا اسمه السمع العصبي. لو كان عندك مشكله في الكوكيلار نيرف اذا مش راح تسمع، في السبايرال جانجليون، في البيزمنت ممبرين، في الكوكيلار نيوكليا، حتى لحد ما تصل لعند الاودوتوري اريا اوف ذا سيريبرال كورتكس، كل السنسور باثوي لو انضرب واحد فيهم انت بنسمي الهيرنج لوس تبعك سنسور نيورونال هيرنج لوس. برايكم مين اخطر؟ اكيد سنسور نيورونال هيرنج لوس نيورونال. اكيد الاول بتعالج الثاني لا. مظبوط الاول بتعالج اصلا. ايش بس مين منكم اكثر تشوفوا كوندكتيف؟ لا اصلا كل نص الاطفال الاقل من سنتين كلهم صار عندهم اوتايتس ميديا وبتعالجهم. نعم ما هو الوراثه راح يكون بالسنسور نيورونال هيرنج لوس، انه بيكون عنده مشكله في النيورونال باثوي. لو مشكلتهم بالكوندكشن كان اصلا بتعالج وبسمعوا من اول ما ينولدوا عادي، بس هي المشكله بتكون عندهم غالبا نيورونال هيرنج لوس. مثلا في ناس بيقول لك بزرعوا قوقع، عمليات زرع القوقع هاي عمليه كثير غاليه. نعم هذا الجهاز هذا اللي هو عامل زي السماعه، فكرته بيشابه الكوكيلا، هذا الاكشن تبعه انه يشابه الكوكيلا، بكون عنده مشكله نيورونال هيرنج لوس، مشكله في العصب. فايش وظيفته؟ بجمع لك الاصوات وبيعمل ترجمه وبيعمل لك اكزايتيشن للنيورونز اللي رايحه على الاوديتر باثوي. هذا طول العمر السماعه اللي بيركبوها طول العمر، الا اذا عالج المشكله. هي صارت في بعض الناس ما يعني بسمعش، بس بتكون مش مشكلته فيش عنده كوكيلا، صار ينزرع لهم كوكيلا، تنزرع لهم القوقعه، هذه عمليه كثير ممتازه. ايه؟ لا عادي صناعيه كمان، تكلفتها 150 الف دولار كتكلفه. ما هي مثلا هي ما بيسمعوش بالمره، ايش مشكلتها؟ واحد من السنسر باك وي دار، اما الكوكيلا مش موجوده عنده، اما الكوكيلا النيرف اصلا مش موجوده عنده، او الجنجليا مش موجوده، او مشكله في البرين تشو تبعه، يعني الاوديتوري اريا انضربت، فانت مش رح يسمع بالمره. تمام؟ بناء على وين مكان الليجن انت بتقدر تقول اعالجه ولا ما اقدرش اعالجه، يعني مشكله في البرين كيف بدك تعالجه؟ مشكله في العصب، العصب لا يتجدد، بس الكوكيلا ممكن تزرعه. الجهاز اللي احنا بنحكي عنه هو عباره عن يسهل للناس سمعهم، والناس اللي عندهم ضعف. شوفوا يا شباب جهاز السماعه اللي بيستخدموه بيستخدم للناس اللي عندهم ضعف في السمع، بس الناس اللي عندهم مثلا فرضا الكوكيلا مش موجوده عنده، او مثلا العصب 100% ضارب، هدول اصلا طرش، يعني السماعه على الفاضي. ليش؟ لانه جزء كامل من البثوي اختفى مش موجود فعلى الفاضي. اما هو لو كان زي فكره النظاره، النظاره لمين تستخدمها؟ للعميان؟ لا، للي عندهم ضعف في النظر. كذلك السماعه اللي الضعف طيب السماعه كذلك الامر، لا الناس اللي عندهم ضعف في السمع، يعني بس بسمع لك جدا الاصوات ضعيفه، الاصوات اللي هي بتكون واطيه بسمعهاش، الاصوات العاليه بس هو اللي بسمعها،
ساعتها بدي اركب له سماعه اللي هي فكره انه تعمل امبليفيكيشن، فكره السماعه تعمل لك تكبير بتعلي لك الصوت بتخليها ايش بالنسبه لك مسموعه هذا الصوت. فبالتالي لازم نفهم في عنا نوعين من الهيرينج لوس، بسال عنهم كونداكتيف هيرينج لوس وسنسر نيورونال هيرينج لوس. كونداكتيف الميدل والاكسترنال اير عندي مشكله، بينما سنسر نيورونال هيرينج لوس المشكله من عند السنسر ريسبتور لحد البرايمر اوديتوري اريا. هلا نروح على الباثويز تبع السنت. نعم وين في الدم بالضبط يا علي؟ في أماكن، يعني لو مثلا اجى في الفيستيبل كوكيولار نير في منطقه التيومر، فيش تيومر خاص والله في الكوكيولا ولا كذا، الفكره بالباثويز تبعه، يعني ممكن يكون مثلا تيومر في منطقه المظله او منطقه البون بنسميه بونتاين تيومر. بونتاين تيومر يعني معناته تيومر عندك في البونز ضغط على الكوكيولا او ضغط على النيوكليوس تبعت الكوكيولا، فبالتالي بطل يسمع هذا الشخص. او في مرات في تيومر اخذناه اكوستيك نيوروما. اكوستيك نيوروما وين هذا التيومر؟ طيب السيربيلو بونتاين انجل تيومر، مش في سيربيلو بونتاين انجل تيومر؟ انتوا عارفين وين السيربيلو بونتاين؟ السيربيلو بونتاين انجل هي ما بين البونز والمظله صح؟ لو لا قدر الله في هذا الانجل صار فيها تيومر، عمين رح تضغط على العصب الثامن والسابع، فبالتالي هذا الشخص رح يعاني من هيرينج لوس. فاي تيومر في اي محطه من محطات الاوديتوري باث واي اذا هو رح يعمل لك ديفنس، رح يعمل لك عدم سمع. ليش؟ لانه ضرب واحد من اشياء الباث واي. هلا تعالوا على السندر الاوديتوري باث واي لانه هذا بخربط، عنده في له اسماء جديده، انا عشان ما تتخربطوش في اختصار استخدمناه اي نقطه كوليما. لا 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 هيا تخبيكم اياه. ايكوليما ايش؟ شو؟ لا هلا هي استكن تيوب او اكسترنال اير او اكسترنال اير. هذا نيجي نبدا الاختصارات. هذا لو انتم يوم الامتحان لانه الدكتور باثوي مميز عنده اشياء غريبه. لو انت تذكرتي هذا الاختصار خلص عملتي سنتر، بس مش تكتب لي زي الغرب بيحكوا لي لو قلت لك اكتب لك اياها كلمه وخلاص. حط كثير حطها على الجنب واكتب لي مين هم وكمل. نيجي كيف بدي ابدا مثلا الاوديتر باثوي؟ واحد اكسترنال اير، بعد هيك الاكسترنال اير رح تودي على الميدل ميدل اير، بعدها هذا نيجي على السي. ايش سي اختصار لمين؟ كوكيولار نير. انا مش كاتبه الاختصارات اللي عندكم في السلايد. كوكيولار نيرف. طيب الكوكيولار نيرف يا شباب، الكوكيولار نيرف اللي هو اجى عندنا هون بده يسحب حاله وين؟ بده يروح على الكوكيولار نيوكلياي. الكوكيولار نيوكلياي وين موجوده؟ في البونز ان ذا اب لور بارت اوف ذا بونز ابر بارت اوف ذا ميدل. من عنده حكينا الكوكيولار نيوكلياي هي السكند اوردر نيورونز. يعني لو سالتك قلت لك مين السكند اوردر نيورون اوف ذا اوديتوري باث واي؟ كل الكوكيولار نيوكلياي. من عندها يا شباب الرايت بصير عندك علف. تمام. هلا اللفت هذا فايبرز بدها تروح على حاجه اكيد سمعتوها موجوده في البونز اسمها سوبيرور اوليفيتري او اوليفيري. اوليفيري ماشي، هي مهمه في الهيرنج اوديتوري باث واي. اذا الاو لمين الاو؟ اوليفيري نيوكلياس. اوليفيري نيوكلياس وين موجوده؟ اوليفيري نيوكلياس في الابر اوف ذا مظله. ابر اوف ذا مظله لان اصلا الكوكيولا نيوكلياي موجوده في الابر مظله. احنا مش هلا الكوكيولا نيوكلياي موجوده في الابر اوف ذا مظله اللور اوف ذا بونز، في تطلع شويه انا في عندي الاوليفيري نيوكلياس. فاذا اول شيء عندي كوكيولا نيوكلياي، كوكيولار نيوكلياي، بعديها اوليفري او سبير اوليفري نيوكلياس. من السبير اوليفري نيوكلياس انت مش هون ماخذينها انه كونترا لاترال. هلا السؤال دائما بساله، لو ضربت الاوليفري نيوكلياس تمام؟ تتوقع كونترا لاترال ولا ايبسي لاترال؟ كونترا لاترال.
طيب لو ضربنا الكوكيلار نيوكليوس نفسها اكسيلاتيروس، بس اي شيء دائما تعلموه بعد السكند اوردر كلها لاترال. تمام، قبل السكند اوردر بكون عندي اكسيلاتيرال، والاكسيلاتيرال دائما السكند اوردر نيورون مع اللي قبله. يعني مين السكند اوردر؟ كوفيا نيوكليا مع اللي قبله تطلع مين؟ ابسيلاتيرا اللي هم اللي ورده. قبل السكند قبل ايش كان الاسم تبع النيرف؟ كوكيلا النيرف بس. لا هذه فايبرز، هي الفايبرز تبعات الهيرنج، اسمها الفايبرز هيرنج، راحت على اللي اسمها لو بدك تمشي على الاداق الترابيزوي. لو تجيب سؤال مثلا الليفت ايش ينفع بعد السكند؟ لا انا فاهم ايش قصدك. بيطلع الليفت مثلا، انت ضرب عندك هذا الباثوي، عندك هذا الرايت، بصير ليفت ليفت كوكيلر نيرف او ليفت كوكيلر باثوي. كوكيلر برضه قبل ممكن، يعني انا بصير يعني فهم. لا مش مقصده هيك. هلا احنا لما نيجي نحكي على سؤال كلينيكال كيس، انت عندك باثوي، الباثوي بدا من عند السنسور ريسبتور، بعدها كوكيلر نيرف الرايت، فرضا نحكي عن الرايت، الرايت بده يروح على الليفت بعد الكوكيلر نيوكليار ويسحب حاله يمشي الباثوي كله. لو ضربت الاشي اللي قبل الكوكيلر نيوكلياي بقول لي انضرب الرايت سايد. اللي هو مين الرايت سايد؟ الكوكيلر نير. رايت سايد اوف ذا كوكيلر نير. رايت سايد اوف ذا كوكيلر نير. لو بعد هيك انضرب بنقول ليفت سايد اوف ذا كوكيلر نير. يعني الكونترا لاترال سايد، يعني هنا بنحكي الليفت والرايت على فكرة انه السايد. على جهة اليمين ولا جهة الشمال؟ تمام، هلا انت عادي اذا بنحكي على المناطق انت بس تقول لي رايت وليفت كونترا لاترال، هيك رح تيجي السؤال يقول لي كونترا لاترال هيرنج لوس ولا ابسي لاترال هيرنج لوس. بس ابسي لاترال معناها في النيوكلياي من اللي تحتها، كونترا لاترال بعد النيوكلياي. هلا مين الباثويز المناطق؟ لها مناطق اسماء، الكوكيلار نيوكلياي، بعدك تاثر عندك تودي فايبرز على السبير والوفري نيوكلياس، بعد السبير والوفري نيوكلياس في عندك ال لمين؟ مين بيعرف ال اختصار شو؟ لاترال لمنسكس. لاترال لمنسكس، الميدل لمنسكس شو بيحمل؟ ديب اند سوبرفيشال سنسيشن اوف ذا بادي، بينما السوماتو سنسوري اوف ذا فيس مين بيحمله؟ ترايجيمينال لمنسكس. فانا لو جبت لك سؤال ضربنا الميدل لمنسكس ايش راح تعطيني؟ ابسي ولا كونترا؟ انت كمان مره ميدل منسكس هي عباره عن ايش بالنسبه للباثوي تبع السمارت سنسيشن؟ بعد السكند اوردر في الحالتين، في الديب في السوبرفيشال هي بعد السكند اوردر. فاذا كيف هذا السؤال بيجي؟ بتقولي كونترا لاترال لوس اوف ذا سوماتو سنسور سنسيشن اوف ذا بودي. هلا جينا على هذا السؤال، ضربنا اللاترال لمنسكس، هيك قلت لك بشكل عام، ضربت اللاترال لمنسكس، ايش رح تكون عندك؟ كونترا لاترال لوس اوف ذا هيرنج، خلص. لو قلت لك والله ضربت الرايت لمنسكس ايوه الليفت هيرنج لوس، بكون عندك ليفت هيرنج لوس. طيب مين جاء اللاترال لمنسكس؟ مين اي؟ انفيرور كوليكيولاس. والسوبر كوليكيولاس مرت عليكم ولا هو ده الكبير؟ الليفت برين، الليفت برين اللي بتنتين هيك طلعات، تنتين طلعات سوبر وانفيرور كوليكيولاس. طيب الان ميديا مين اللاترال جينيكيليت؟ مين؟ تبع الفيجن. بينما الميديا جينيكيليت تبع الهيرنج. طيب الايه؟ اودوتوري اريا، اودوتوري اريا، الايه اودوتوري اريا. فاذا هاي الباثوي تبع الهاي اكسترنال ميدل اير displacement of the basilar membrane, sensory receptor activation, بعدها cochlear spiral ganglion, cochlear nerve, superior olivary, lateral meniscus, inferior colliculus, medial geniculate, auditory area. الauditory area مين هي؟ واحدة من وين موجودة؟ temporal area 41 و42 موجودة يا شباب في التمبورال. بس سؤال بعطيكم اياه، ضربنا الاوكسيبيتال لوب مين متوقع انه ضربنا التمبورال لوب متوقع الهيرنج.
ضربنا الفرونتال الموتور صح ضربنا البرايتال يعني الاريا هناك موجوده السلسله. طيب اذا هذا عندي التمبورال هذا البرايمري اوديتورا اريا الاوديتورا اسيشن اريا وين موجوده 21 و22 اللي هي وين موجوده البيرنكس حدا بيوصف لي وين البيرنكس مش بس سنترال مضبوط سمي التمبورال جايرس اللي هي عند التمبورال لوب عند الحفه هيك جايه هذه هي هناك البيرنكس اريز. طيب هاي حكينا عن نيرف ديفنس قلنا النيرف اللي نيورون اللي قلت لكم عنه مشكله من عند السنسر ريسبتور وما بعده كوكيلا الكوكيلا نيرف نيوكلياي كل هذا الباثوي لو ضربت واحد منه خلص النيورون الهيرنج لوس بينما الكوندكشن في التمبانيك والاوسكيل والاكسترنال اوديتوري كانال تمام. طيب نعم انفيرو كولوكيلس. طيب هلا السؤال بدي احكي لكم اياه هذا الجزء الثاني اصغر من الجزء الاول في المحاضره هي الجزء الكبير كان على الهيرنج بريك رح تاخذ كملوا ولا خذوا بريك بريك عشان محمد طلع ورقة حضور غياب يلا يلا يا شباب ساعة يلا 21 يلا طب نيجي على التيست من تيست اسمه سهلين يلا يا ديانا تذوقت وعرفت انه هذا سويتي المكنينة كيف ميزت انه هذا الكلام؟ يا حلوان انت معي بكون اذكى لانكم بتكونوا عارفين تيس باث واي وبتختبروا فيه يعني غير يعني قبل طيب نيجي على التيس التيس لما نيجي نحكي عن التيس مين مثلا حاسس التذوق؟ عندنا كم بطس التانك اللي هو اللي مسرع حاسس التذوق طيب في عندنا ترومس تذكروهم اللي هو المسلسل والانتجلوتس هذول كلهم تقدر تتذوق فيهم بعض تصير فيهم حاسات تذوق هلا مين السنسور ريسبتور للتيست بدل ما انا بحكي بس ستيشنز هو التيست باتس التيست باتس هذه وين موجوده؟ موجوده ايش في التانك وموجوده اشياء موجوده على التونسل على السيرفس اوف ذا التانك والانتجلوتس هلا نيجي نحكي كيف آلية إنه هذا الشخص لما ياكل بيميز هذا ملحي هذا خاصية إنه ملح هذا حلو هذا حامض هذا مر بناء على نوعية التيست بادز بناء على الريسبتور
هلا مين السنسر ريسبتور للتيست؟ كيميكال ريسبتور. ايام الفيجن كانت نوعيه السنسر ريسبتور لايت ريسبتور، وايام الهيرين كانت ميكانو، لانه هير سيل تتحرك يمين وشمال، فميكانو ريسبتور يعني بالموفمنت. بينما في التيست بات، في عمليه التيست، هي عباره عن كيميكال ريسبتور. شو يعني كيميكال ريسبتور؟ هي بتعمل لها اكتيفيشن المواد الكيميائيه، المواد الكيميائيه. وجدوا في التيست بات يا شباب عندنا 13 نوع ريسبتور، 2 للصوديوم، 2 للبوتاسيوم، 1 2 للسويت، للبيتا، للجلوتامات. انتوا هلا مش معنيين تحفظوا مين هم ال 13، بس بدكم تعرفوا انه انا عندي كيميكال ريسبتور تحتوي التيست بات. هلا لو بدي ارجع على التيست بات، وين موجودها بالضبط في التانك؟ موجوده في البابلي. احنا في عندنا 4 انواع بابلي موجوده في التانك. في عندي هاندي هارد، كليات، كليتون، وسركم بيلي. مين فيهم اللي لا تحتوي على التيست بات؟ الفيليفورم هي اللي بتحتويش على الهاد. طلع على هذا التانك، هاي في الاخر عندها التان. في عندي فانجي فور كوليات، وفي عندي فيلي فور، وفي عندي سيركم بيلي. الوحيده اللي لا تحتوي على التيست بات، ولكن ايش الفانكشن تبعتها؟ اكسلنت، تمام، شطورين بالاسم. طيب نيجي على التيست. التيست هذا كل هذا ريسبتور، ايا كانت المواد الكيميائيه اللي بدنا كلها في تمنا، تترجم لوحده من 4 سنسيشن. اما يكون سويتي حلو، او ان يكون صوتي يعني مالح، او عندي بيتر مر، او يكون بصور يكون عندي حامض. تمام، هلا احنا نيجي على عمليه التيست. قلنا التيست باد موجوده في الطنط، في الاماكن الثلاثه هذول اللي حكينا عنهم، وموجوده ايضا في الاكسترا جلوسال. يعني ايش اكسترا جلوسال؟ يعني برا الطنط، موجوده في التونسل، في الكلر، في البلاس، في الجلوتس، والبروكسيمال بارت اوف ذا اسفيكس. لما نيجي على بعض الحقائق، تخيل الاطفال عندهم تيست باد اكثر منا من الادلت، عشان هيك حاسه التذوق عندهم اقوى من حاسه التذوق تبعتنا. هذا الشيء الغريب، بس هو مش عارف يترجم. ايه شو؟ وبعد ال 45 وبعد ال 45 سنة، بعد 45 سنة بصير دي جينيريشن للتيست باد، فتبعون ال 45 سنة تعتمدوش عليهم في حاسة التذوق. يعني مش كثير تحاسة التذوق، بتصير مثلا انك تقول لك الأكل ما أسكاها وتطلع غير شكل الأكل تبعتهم. عارفش والله التيست باد على الكل يا برا. بعد ال 45 سنة خلص. نيجي على الفور سنسيشن. في عندي السويت، عشان نحفظهم السويت والسولت دائما مع بعض، الاثنين من فرونت اوف ذا تانك، من اللي هي مقدمة التانك، تقدر أكثر شيء تتذوقها. بينما السمر هو الحموضة على اللاترال سايد اوف ذا تانك، والبيتر اللي هو المرار بتشوفه في آخر التانك. هلا نحكي على التيست باثوي. بس بدنا نحكي على التيست باثوي هيك ونخلص التيست. التيست باثوي أول حاجة بنبداها سنسوري ريسبتور، اللي هي مين؟ التيست باث. تمام، بعديها صح، بعديها خلينا شوية الآخر عند النيورونز. أنت عندك الطن للأسف، اصبر شوي. في التيست باثوي، في التيست باثوي للأسف الصعوبة في إنه كل منطقة إلها نيورونز خاص، وبالتالي إلها جانجليون خاصة. أول تو ثيرز يا شباب من الطن النير بيكون عند الآخر عند النيورونز أوف فيشل نير، بينما البوستير وان ثيرز بينما الإبيكوريس العاشر. فإذا لما تيجي تشرح على التيست باثوي بتقول لي اكتيفيشن اوف ذا سنسر ريسبتور تيست باث، بعدها تنقل عن طريق الاخر نيورونز اللي هي اول ثلثين كذا والاخر ثلث كذا والابيجلوتس كذا. تمام، يجينا هدول الاخر نيورونز بدهم يروحوا على الفيرست اوردر، اللي هي ايش رح تكون الفيرست اوردر عندهم؟ جانجليون. وللاسف كل واحده فيهم عندها جانجليون معينه. لما نيجي على الفيشيال نيرف، ايش اسم الجانجليون اللي عندهم؟ جانجليون جينيكيليت جانجليون، هذول احفظوهم. الفيشيال نيرف تروح يودي على مين؟ على الجينيكيليت جانجليون. الجلوسوفارنجيال على البتروزل. احنا بنحكي عن جانجليون مش نيوكلياي شباب، جانجليون انا بتكلم مش نيوكلياي.
بيروح على البتروزر، بينما العاشر على نودوز جانجليون. إذا شفتوا وين شفتوا وين الصعوبة؟ الصعوبة في التيف باتوي إنك تحفظ، إنك تيجي تقول والله أنا صح سنسر ريسبتور، بعدها آخر النيورونز، بعدها الجانجليون تختلف. مين الفيرست اوردر؟ هم هذول الثلاثة اللي هي الجانجليونز. بعد الجانجليونز وين راح يروح؟ على النيوكليات. الاثنين النيوكليات تبعتهم سبعة اللي هو السابع والتاسع والعاشر هي واحدة. مين هي؟ سوليتري نيوكليات. إذا مين هي السكند اوردر؟ وين موجودة؟ في الميدلة. سوليتري نيوكليات عندها بتتحول كل الفايبرز لرا، يعني بصير هذا ديك ستيشن على الرايت السايد الثاني. بعد السيلتر النيوكلياس بما هذا نوع من انواع السنسيشن التيست، راح يسحب حاله ويروح على الثلامس. في الفيجن ما رحناش على الثلامس، وبالهيرين ما رحناش على الثلامس، والسميل ما روحش على الثلامس. اذا الثلاثه ما روحش فيهم على الثلامس، اللي هي مين؟ السميل والهيرين والفيجن. بينما التيست بروح على الثلامس. فبالتالي هذا بدل ما انها رحت على الثلمس في التيست. اذا مين الثيرد اوردر عندك؟ ايام الديب والسوبرفيشال سنسيشن مين الثيرد؟ الثلمس. الفيس كان عندك برضه الثلمس. فاذا هذا السكند اوردر. بعدين بنروح على الثيرد اوردر اللي هو مين هو؟ الثلمس. بعد الثلمس لازم نروح على السيريبرال كورتكس. مين الاريا المسؤوله عن التيست؟ اسمها جاستاتوري. صح، جاستاتوري كورتكس. مين بيعرف وين موقعها؟ في الفرونتال لوب. صح، اكسلنت. في الفرونتال لوب وين بالضبط؟ ايوه هي وين هي موجوده؟ طالعه وين؟ الجاستاتوري كورتكس موجوده عند الانفيرو بارت اوف ذا فرونتال لوب. فبالتالي هي الانسولا هي في الاخر هناك عند الانفيرو بارت اوف ذا فرونتال لوب. فبالتالي عندك الفرونتال لوب للتيست وللموتور، البرايتال لوب للسنسيشن، وعندك التيمبرال لوب للهيرينج، والفيجوال لوب اللي هو تبع مين؟ تبع الاوكسبتر. بالتالي راح نفهم هدول شغلات. هاي التيست باتوي لو يوم ما نسيتوا الجانجليون هي مكتوبه في الرسمه مش كتابه. مكتوب هاي النودوز جانجليون تبعت الفيجاس، والبتروزل تبعت التاسع، والجنجليت تبعت مين؟ اللي هو السابع. هاي الفيرست اوردر نيورونز مكتوبين، السكند اوردر هي سوليتري، والثيرد اوردر الثلمس، وهي مكان مين؟ الجاستاتوري كورتكس. تمام يا شباب؟ هذا التيست. السميل 5 مينتس بس. نيجي على السميل، السميل اسهل منهم كلهم. اول معلومه في السميل راح يكون له نيوكلياي؟ لا، لانه واحد واثنين، واحد واثنين ما لهمش نيوكلياي في البرين. تمام صح، واحد واثنين فيش برين ستيم نيوكلياي. هاي شغله. الشغله الثانيه بالنسبه للفاكتوري بده يروح على الثلمس؟ لا. المعلومه الثالثه بدي احكي لكم اياها، هو الوحيد من الباثوي اللي له بس تو اوردر. هو الوحيد اللي من الباثوي اللي له تو اوردر. ماشي، غير كروسكشن. الثيرد اوردر مالوش دخل في الديكلاسيشن. الثيرد اوردر الثلمس، هو ما عندوش اصلا الثلمس، ما عندوش نفسه الثلمس. فنيجي على السميل. السميل هو مين اللي بيعمل السميل؟ هو عباره عن اولفاكتوري نيرف اللي هو العصب الاول. الاولفاكتوري نيرف علشان تفهموا كيف الباثوي تبعه لازم نعرف وين المكان تبع الاولفاكتوري نيرف. هذا طلع يا شباب، هاي فتحة الانتر نوستريل. احنا عندنا رايت اولفاكتوري نيرف وليفت اولفاكتوري نيرف. الرايت والاولفاكتوري نيرف نيجي على فتحة النوز الموجودة هون، هاي التجويف، هاي الهواء بيمشي هيك. تمام؟ هاي التجويف تبع مين؟ تبع النوز. في عندي اول من صدر سوبيرور بارت اوف ذا نيزل كافيتي، مش احنا هذا نيزل كافيتي، سوبيرور بارت يعني الروف تبع السؤال، عبارة عن اولفاكتوري ايبيثيليوم. إذا أنا اولفاكتوري ايبيثيليوم بدال سنسيشن ايش راح يحتوي عليه؟ على السنسور ريسبتور. اذا الفاكتوري بيثيريوم راح يحتوي على سنسور ريسبتور او نسميها اولفاكتوري ريسبتور، بعديها الفاكتوري نيورونز. هذا الفاكتوري نيورونز بس بدي اعطيكم شويه في الاناتومي، تخترق مين عشان تطلع كومبليت عشان تسحب حالها وتروح على مين؟ على البرين. طريق الفاكتوري سميل او سميل باثوي جدا صغير. سنسور ريسبتور في الاولفاكتوري بيثيريوم، بعديها افرنت نيورونز.
هذا غريب. هلا احنا بندور لسه على الفيرست اوردر صح؟ وصلنا على جانجليون؟ وصلنا على السكند اوردر لسه. الغريب انه الجانجليون تبعت الفاكتوري ابيثيليوم هي عباره عن البايبولار سيلز. سلا شوف هاي عندك هون اورفاكتوري ريسبتورز، هي موجوده الاصفر هاي اورفاكتوري ريسبتور، مش بتروح عامله نيورونز؟ شايفين هذه اللي هيك المدببه هذه الصغيره هيك العامله هيك اسمها بايبولار سيل. البايبولار سيل هي اسمها الثاني جانجليون سيل، هي الفيرست اوردر. فاذا لو نيجي على السميل باثوي، اول شيء سنسر ريسبتور، بعديها بايبولار سيل which is the first order neurons، بعديها بتطلع منها فايبرز تخترق الكريبريفورم بليت عشان تسحب حالها وتروح على مين؟ هذا المنطقة والفاكتوري بل. في الالفاكتوري بل بتصير السكند اوردر. فاذا بنلاحظ انه الالفاكتوري باثوي مختلف جدا عن اي باثوي ثاني. صح بدا بسنسور ريسبتور، الاختلاف الاول انه الفيرست اوردر اسمه بايبولار سيل، والسكند اوردر مش جانجليون بمعنى كلمه جانجليون، عفوا مش النيوكليار، مش دائما سكند اوردر دائما لازم يكون نيوكليار، هو ملوش اصلا النيوكليار، عنده انه بصير عنده انتجريشن مع في الفاكتور بالك مع خلايا اسمها مايكرال سيل. فالمايكرال سيل هي شايفينها هذه المتشعبه هذه موجوده في الفاكتور بالك تعد ذا سكند اوردر نيورونز. اذا مين الفيرست اوردر نيورونز؟ طيب هو السكند اوردر نيورونز اللي موجوده وين؟ في الفاكتور بالك. فبصير عادي عنده هناك انتجريشن سكند نيورونز من الفاكتور بالك بسحب حاله بروح على مين؟ ايش هذا اسمه؟ الفاكتوري تراك. من الفاكتوري تراك عندك رايت الفاكتوري تراك، تمام؟ في عندك ليفت الفاكتوري تراك. الشيء كمان المميز والغريب في الاثنين انه هذول الاثنين كل واحد فيهم بيروح على المنطقه بنفس السايد تبعته، مش والله بصيروا ديكاستيشن. فالرايت والفاكتوري تراك بيروح على الاريا اوف كورتكس تبعت الرايت، والليفت بيروح على تبعت الليفت. ولكن وجدوا انه هلا الارياز، اصبروا علي، الاريا اللي بيروح عليها في سيربرال كورتكس اسمها ميديال اند لاترال استريا او ميديال لاترال اولفاكتوري استريا. ايش اسم الاريا تبعت السيربرال كورتكس المسؤوله عن السميل؟ اسمها ميديال اللاترال استريا. وجدوا انه هذه الفايبرز الماشيه في التراك سواء كان رايت ولا ليفت، جزء منها كبير بروح على الاستريا تبعت نفس السايد، وجزء منها بروح على الاستريا تبع السايد الثاني. في ايش بتفيدني في كلينيكالي؟ لو ضربنا اي شيء في البعد بعد من بعد الاولفاكتوري تراكت وهو رايح على الميديال لاترال بروحش بفقدش الشعر. بتعرف ليش؟ لانه 50% من الفايبرز بوديه على نفس السايد، 50% بوديهم على السايد الثاني. فالسميل بايلاترالي ريبريزنتد، شو يعني بايلاترالي ريبريزنتد؟ موجوده على الجهتين. بس في سؤال بيقول لي طب في ناس بيقول لك والله بشمش انا بالمره في الجهه اليمين، وين مشكلتهم؟ كل شيء قبل ما نروح اودي الفايبرز على السايد الثاني، يعني بمعنى ممكن يكون مشكلته في الاولفاكتوري بيديلم تبع الرايت، او مشكلته بالافنت نيورونز تبعت الرايت، او بالاولفاكتوري بلب تبع الرايت، او بالاولفاكتوري تراك تبع الرايت، تمام؟ او ايش؟ ما هي الكومن كولد وين مشكلته؟ بخرب السنسور ريسبتور تبعت الابيثيليوم، لانه بصيب مين؟ نزل كابيتي، فبيخرب السنسور ريسبتور بطل انها تشتغل، عشان هيك الانسان بشمش. فاذا انا اللي بدي احكي لكم اياها بس معلومه، الباثوي بتعرفوا سنسور ريسبتور بايبولار سيل، بعديها على الفاكتور بالب عشان يعمل سكند نيور اللي هي الميترال سيل، بعديها تراك، بعديها على الميدل واللاترال، وجزء من الفايبر بيروح على الاوبزيت سايد. بروح على الانتير كونفيشن. من وين بيطلع؟ لا هو الاولفاكتوري تراك قبل ما يروح على الميديال واللاترال ستريا اللي هي موجوده في السيربرال كورتكس، بروح بعطي جزء من الفايبر على الانتيرو كومبيشر ويروح على الانذر سايد اوف ذا برين، يعني على السيربرال كورتكس السايد الثاني، يعني تبع الرايت بودي على الليفت. فبالتالي هيك لو انت ضربته اللي هو الفايبرز بعد ما صار لها ديستريبيوشن او بعد ما صار لها تفرغ، خلص لا بفقدش الشم. ليش؟ لان نفس الفايبر رايحه على نفس السايد راحت على الانذر سايد، والانذر سايد كويس وطبيعي، فبالتالي بصيرش عندك يونيلاترال، تمام؟ لحظه ايش؟
بيصير للفاكتور ابيثيليوم ريجنريشن. اه مزبوط الابيثيليوم هي قلت ابيثيليوم بيصير لهم ريجنريشن بس الفايبرز ما بيصير لها جنريشن. هلا طب كيف بيصير اكتيفيشن للسنسر ريسبتور؟ لحظه يا ريم كيف بده يصير اكتيفيشن للسنسر ريسبتور تبعتك؟ كيف يعني انه بتشم هذه ريحه عطر مميزه كذا لا هذه ريحه كريهه هذه ريحه كذا؟ عباره عن كيميكال ريسبتور. برضه الريسبتور الموجوده هون عباره عن كيميكال ريسبتور والكيميكال ريسبتور زي تبعت التيست بيزتها انه يجي عندك اودر الاودرانت هذه اللي هي المتطاير بدها تيجي ترتبط في وين في السنسر ريسبتور. المشكله انه علشان تشم في حاجات بتشم لها ريحه وفي حاجات بتشم لهاش ريحه. ايش معنى هذا الاشي بعطيك ريحه بتشمها واشياء ثانيه بتشمش لها ريحه؟ ليش مش فكره ادابتيش انت بالاصل جبت ايش معنى الورده لها ريحه والقلم مالوش ريحه فرن ليش ليش لا خصائص الاودرانت اللي بتطلع منه الكيميكالز بتطلع منه الكيميكال تبعت الورده عندها ثلاث خواص سلايتلي ووتر سيلبل سلايتلي ليبيد سيلبل اند فولاتايل. علشان تشم الشغلة لازم يكون متطايرة هاي واحد اثنين تكون ووتر سيلبل يعني مذابة بالمية عشان ليش بدي اياها ووتر سيلبل يا عبد الرحمن؟ علشان الميوكس الموجود في النوز تقدر تخترقه. طب ليش بدي اياها شوي ليبيد سيلبل؟ عشان الممبرين. فاذا انا ثلاث خواص الاودرانت انها تكون سلايتلي ليبيد سيلبل سلايتلي ووتر سيلبل وفولاتايل. هذه الاودرانت هاد سواء كان مثلا ريحه كويسه الاودرانت هاي بتيجي ترتبط في مين؟ في السنسر ريسبتور الموجود في تبع الاولفاكتور ابيثيليوم بتعمل له اكتيفيشن دي بولاريزيشن وهيك بصير عندي السيجنال صار لها اكتيفيشن سبيسيفيك سيجنال اكتيفيشن بتنتقل عبر السنسوري باث واي اللي احنا حكيناهم. فاذا هذه هي الفكره تبعت الماي اعرفوا بس الفيرست اوردر نيورونز مين هم اللي هم الباي بولار سيل السكند نيورونز كانت عندي المايترا سيل الموجوده في الاولفاكتور بالب بعديها بروح على الاولفاكتور تراب بعديها ديفايدد بروح على اللاترال ميديا الاولفاكتور استريا تمام الميد والفاكتور سترين مش 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 مضطرين مش مضطرين تعرفوا وين بالضبط وين المكان بس ان جنرال تعرف التمبورال لوب الميدا والاترال سترين جزء من هذه الفايبرز بيروح على الانذر سايد فبالتالي تمام. هيا نحكي عن اخر سلايدر واحد بشمش ايش بنسميه؟ انسوميا. واحد بشم الريحه بالزياده انسوميا بشم عنده ضعف بيألف لك بالشم بكون ايش؟ هاي اللي دخل بالانسنيتد ايش يعني؟ فانتوسوميا فانتوسوميا يعني تعطيه ورده بيحكي لك لا ريحتها عاطله تعطيه مثلا ريحه عطر بيقول لك هذه ريحه البصل هاي فانتوسوميا فانتوسوميا مش كاتبها هون؟ فانتوسوميا ايه؟ قصد كل شيء بدك تشمه اي شيء له اودرانت له فولاتايل انت راح تشمه اي حاجه له طالع ريحه راح تشمه لانه احنا نيورونز عندنا يمكن 10 20 الف نيورونز يعني 10 20 الف ابسي لاترال ليش تبع الفاكتور بكام بكون ابسي لاترال مش كونسا لاترال